احيانا قد نواجه مشكله في الترتيب مثل ما حصلت الان لدي، انه تحريك اليد اليمنى تظهر تحت التيشيرت وفوق الشيرت. فلحل هذه المشكله لا استطيع طبعا جلب الرجل اليسرى في الاعلى، لانها راح تغطي ايضا على اليد اليسرى، لذلك ساقوم باخراجها من مجموعه الجزء الاعلى وهي اليد اليمنى، اخراجها فقط سحبها مثل ما تلاحظ الان. اليد اليمنى لا توجد فيها اي مشكله في التحريك. راح ابدا الان باضافه اد بيك جديد، اقوم بتسميته ولد بوي او اي اسم للكاركتر تريد تسميته الشخصية حقتك. عندما عملت نيو بيج راح اضيف كل المجموعات داخل هذا البوكس فقط بسحبها عشان يكون عندي مجموعة واحدة، مجسم واحد استطيع تحريكه بدون اي مشكلة. الان اقوم بعملية الروتيشن، فقط اريد عمل تمديد الى صفحة 40 او فريم 40 الشخصية كاملة مثل ما تلاحظ الان عمل لكل القطع الى صفحة 40. ساقوم الان باضافة كي فريم لعملية حركة المشي في الاجزاء المراد تحريكها. مثلا في المشي استطيع اريد تحريك الرجل اليسرى، اقوم باضافة كي فريم، ايضا الرجل اليمنى اضافة كي فريم في البداية، ايضا اليد اليمنى احتاج تحريكها في المشي، ايضا الجزء العلوي احتاج اليد اليسرى. مثل ما تلاحظين في اليد اليسرى نقطة سوداء وهي اضافة كي فريم قديم، كنت أنا خلال الشرح عملت الروتيشن هو اوتوماتيكلي اضاف لي الكي فريم فما احتاجها الان. إزالة الكي فريم، كليك يمين ثم ريموف الكي فريم من الجرين لاين مثل ما شايفين الآن انمسحت. راح أضيف أد كي فريم جديد، ثم أيضا للرأس أريد أد كي فريم جديد. الآن أنتقل للصفحة 10 وأختار الروتيشن تول، أريد تحريك الرأس قليلا للأعلى. مثل ما تلاحظون عندي عمل روتيشن للرأس، وضع لي خط نحيف أسود يتصل بين النقطة الأولى والنقطة الثانية. نفس الطريقة إلى الرجل اليسرى، هنا نقطة الارتكاز أخضر في مكان غلط، لذلك أضيفها فقط في المكان الصحيح وأقوم بعملية تحريكها الرجل اليسرى. خليني اخلي الرجل اليسرى للخلف علشان اليد اليمنى تذهب ايضا مع اليد اليسرى للخلف تتزامن معها، والرجل اليمنى تذهب الى الامام. ايضا روتيشن بوينت غلط، ساقوم بتحريكها للامام. خليني اكبر الكاركتر. الان قمت بعملية تحريك الرجل اليمنى للامام، الان اليد اليسرى واليد اليمنى تتحرك للخلف بالتزامن مع الرجل اليسرى. فقط هنا موقعها الصحيح، اليد اليسرى تتحرك بالتزامن مع اليد الرجل اليمنى للأمام. هنا أصبح لدي الأجزاء تتحرك إلى الفريم رقم 10. سنتقل الآن إلى الفريم رقم 20 وأحرك الأجزاء باك أو رجوع مرة أخرى. أخذت اليد اليسرى، تكون إلى الخلف، الرأس تكون قليلا للأسفل، الرجل اليسرى تكون مرة أخرى للأمام. أحيانا تحتاج الى عمل الروتيشن للخلف ايضا للرجل اليمنى، اليد اليمنى
رجوع إلى الأمام، أعمل نفس الطريقة في الصفحة رقم 30، أيضا في الفريم 30. اليد اليمنى الآن انتقل إلى فريم 40، استرجاع الرجل اليسرى والرجل اليمنى، اليد اليسرى، الرأس. طبعا أنا هنا ما استخدمت الأقدام، قد تحتاجها في عمل الكاركتر حقيقي، ولكن فقط لتوصيل الفكرة بشكل سريع. انتهيت الآن من عمل الحركة إلى 40، إلى 40 فريم. طبعا الآن فقط الكاركتر راح يتحرك في مكانه مثل ما انتم شايفين. سأقوم بعمل الحركة الآن، أو الانتقال من مكان لمكان، الموفمنت، اختيار الكاركتر، إضافته إلى نقطة البداية، اختيار الموشنز تول، اد كي فريم ستارت بوينت، ثم تحريكه إلى نهاية الشاشة أو إلى نهاية الكي بوينت المراد الوصول إليها. عموما بهذه الطريقة يتحرك الكاركتر وكأنه يمشي. الآن نقوم بإضافة، الآن نقوم بإضافة الظل، كيفية إضافة الظل للشخصية. فقط قم باختيار Add New Element، اختيار آخر، اختيار في Drop Shadow Effect في القائمة أو في الليست، تسميته مثلا شادو، راح يطلع لك بوكس جديد. كل اللي عليك سحب البوي وادخاله داخل هذا البوكس، راح يطلع لك ظل جاهز بالالوان. طبعا راح يتحرك هذا الظل مع حركة البوي. انا اخترت طبعا سيلكت عشان استطيع يطلع لي اني اعمل ادجست او تنسيق للمكان الظل، تصغيره ثم اضافته في المكان المناسب. الان مع العمل مع الحركة كنترول انتر، راح يظهر لي الظل يتحرك مع الشخصية بشكل انسيابي. كل اللي علي طبعا مثل ما انتم شايفين راح يظهر عندي الدروب شادو. كل اللي علي هو سحب الكاركتر بوي الى داخل الظل، وتحريك الظل الى المكان المناسب. اذا حبيت انك تصغره يكون بطريقة اكثر رياليتي. الان لما احرك الشخصية راح يتحرك مع الظل بشكل انسيابي وجميل. وبهذا انا انتهي من الدرس الرابع، اتمنى لكم الاستفادة، وراح اقوم بعملية داونلود هذا الفايل اوبن سورس لمن يريد تحميله والنظر داخله للاستفادة. وفي نهاية هذا بس اتمنى لكم التوفيق، وتابعوني في دروس قادمة. شكرا لكم على المتابعة.